اهلا بحضراتكم من جديد. دي القصه باختصار. يمكن كابتن احمد، البطوله من اول يوم وفيها صعاب كتير جدا، كلمنا عن الصعاب اللي مرت بيكوا عشان الناس تعيش معانا الاجواء اللي انتوا عشتوها. طبعا هي احنا مرينا بشويه ظروف صعبه جدا، يمكن من البدايه. يمكن البطوله كانت المفروض تبقى في اواخر شهر ديسمبر، البطوله اتقدمت بقت يوم 1 ديسمبر. فطبعا زي ما حضرتك عارف كان في تخطيط وبرنامج اعداد طبعا حطه كابتن شريف عزمي للمنتخب. فطبعا ده كده بدانا الفتره قلت 3 اسابيع، بدانا البطوله يوم 3 ديسمبر. احنا كانت البطوله المفروض يوم السبت، فوجئنا يوم الاربعاء ان البطوله هتبقى يوم الخميس كمان. في التمرين يعني دي حقيقه تاني يوم ماتش، تاني يوم ماتش يعني. وكمان ده كمان قبل كده معسكر صربيا اتلغى كمان، معسكر صربيا بسبب فيروس كورونا. بالظبط. فاحنا كنا في التمرين اتقال ان بكره خلاص البطوله وهنلعب من دورين، واول وتاني هيبقى فاينل على كاس البطوله. كنتوا عرفتوا عدد الفرق يا كابتن؟ كنا خلاص اتاكدنا ان الثلاث مالي والسنغال واحنا منتخب مصر. فطبعا احنا كنا لحد اخر وقت موجود 15 لعيبه في المنتخب. طبعا زي ما حضرتك عارف اللوائح والقوانين لازم 12 لعيبه وتبقى موجودين بس في قائمه الفريق. عملنا مساحات يعني على بالليل كده بعد التمرين مباشره، الفرقه كلها عملت مساحات والجهاز الفني. وجينا طبعا كان صعب جدا استبعاد 3 لعيبات من المنتخب. يعني فيها احنا كنا 15، لا كان كله الحمد لله. كل الحمد لله نيجاتيف الحمد لله. الحمد لله تمام. بس كان طبعا زي ما قلت لحضرتك احنا كنا 15 لعيبه موجوده في المنتخب، فكان لازم يتم استبعاد 3 لعيبات. قرار صعب. صعب جدا 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 يعني، كان نفسيا واثر كمان على يعني على الفرقه. شايف ان هو اثر كمان لما يعني تخيل حضرتك حد يكون معاك في الاوضه ومن الاول المعسكر ويجي قبل البطوله بكام ساعه ما تبقوش موجود معاك، فطبعا ده اثر علينا حبايبي وزمايلين كمان. طبعا فتم استبعاد 3 لعيبات، ده ما بيقللش منهم خالص، هم 3 لعيبات ممتازين جدا، بس يعني هي ظروف البطوله لازم ان يتم ال 12 بس يبقوا موجودين في المنتخب. جدا طبعا على كابتن شريف حتى ذات نفسه. يمكن كابتن شريف كان بيحاول ياخر الاستبعاد، هو يعني مش عايز يعني يزعل حد. طبعا دي اكيد. كلهم بنات وهو عايزهم يكونوا كلهم معاه. دي حقيقه، دي حقيقه. مش قبل ال 15، لا ده قبل ال 15 كمان كان كل ما بيجي يستبعد حد يقول انتوا نواه المنتخب المصري الاول، انتوا احسن بنات موجوده في مصر، ودي حقيقه. فروحنا للمباراه، جينا في الكوارتر الثاني. لا قبل المباراه كابتن شريف عزمي حصل له ايه؟ ما انا بقول لحضرتك احنا جينا في الكوارتر الثاني. فريده تامر في الملعب، جه كابتن محمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد، كلم كابتن مصطفى هدهود المدرب العام وقال له ان نتيجه المسحه بتاعت فريده تامر ايجابيه، والكوتش واحنا في الماتش بدانا الماتش اصلا. انتوا بداتوا الماتش؟ بدانا الماتش. والمهندس محمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد نزل لكم الملعب ووطى على الجهاز الفني قال له ان كابتن شريف عزمي ومين كان؟ وفريده تامر لعبت نادي الجزيره. كانت بتلعب في الملعب. وكانت في الملعب. لا احكي لي دي بقى، حصل ايه؟ عملتوا ايه؟ ده يعني كوتش، يعني عايز اقول لحضرتك ان كابتن مصطفى قال يعني سحبناها فورا طبعا. ف حبيبتي دي زمانها طبعا، ما بقول لحضرتك يعني اثر بالسلب جدا على اللعيبه، يعني كل اللعيبه احنا في الماتش، فكل اللعيبه بدات تسال طبعا هي فايده فين؟ طب ايه اللي حصل؟ طلعتوها ليه؟ طب بالظبط كده. طب كابتن شريف عمل ايه؟ ما هو كابتن شريف كان برضو؟ كان يعني بس احنا يعني كابتن مصطفى ما قالش لكابتن شريف الا بعد المباراه. وكابتن شريف طبعا كان باين عليه التعب جدا الحقيقه، كان بدا يتعب. ربنا يشفيه طبعا، ربنا يشفيه. ربنا لسه تعبان لغايه دلوقتي كابتن شريف. للاسف كابتن شريف عزمي يعني من احد المدربين اللي طبعا انا معهم حتى. لا كابتن شريف حاجه كبيره جدا، يعني اسم كبير طبعا، قيمه وقامه وليه فضل على الواحد كبير جدا. اول مباراه كسبناها الحمد لله. ده اول مباراه خسرنا. خسرنا طبعا مباراه مالي. انا اسف، اول مباراه صحيح خسرنا مالي صح. ويعني حتى يعني ظهرنا بمظهر مش يعني مش مستوى اللعيبه، مش عايز اقول مظهر سيء، بس ده ما كانش مستوى اللعيبه طبعا. الخضه واستبعاد اللعيبات الصبح وكل ده طبعا اثر بالسلب.